هاخدكم لنقطة مهمة جدا، موضوع الجمهور امبارح بتاع الاسماعيلي وبتاع الزمالك. طبعا انتوا عارفين ان الزمالك والاسماعيلي او الاسماعيلي والزمالك بحب الناديين جدا، ودربت الناديين وجمهور الناديين عزيز على قلبي. بيتي الاول هو بنادي الزمالك، ولكن دايما انا بقول ان بيتي الثاني في مصر هو النادي الاسماعيلي. وبقول لو في نادي في مصر غير الزمالك كنت اتمنى العب فيه، كنت اتمنى العب في الاسماعيلي. الناس كلها عارفه العلاقه الجيده اللي موجوده اللي ما بين جمهور الزمالك وما بين الاسماعيلي تاريخيا، بيقول عليهم يعني حتى اولاد العم، صح؟ امبارح فوجئنا بالمشهد اللي قدام حضراتكم ده من بدايه المباراه، ان جمهور الاسماعيلي عامل بانر في يعني ان واحد لابس فانيله الزمالك، اللي هو يعني ان هو ايه، ده بينوكيو. انتوا عارفين اللي هو كل ما بيكذب مناخيره بتطوى، عارفه يا دودار ولا لا؟ كرتون ما درستوش؟ درستوش ده؟ ما درستوش. ده ان هو بينوكيو وملبسينه يعني زمالك، وايه وكاتبين تحت الفارس الكذاب. ده كلام عيب. نعم عيب. هي يعني انا بقول لكم بقى واسمعوا كلامي بقى، ده مش شغل جمهور الاسماعيلي، ده مش شغل جمهور الاسماعيلي، لان انا عارف جمهور الاسماعيلي. احكي لكم على واقعه، يعني دودار ممكن يكون كان بيلعب الماتش ده، ماتش الزمالك والاسماعيلي او الزمالك والاهلي نهائي الكاس اللي باسم مرسي جاب فيه جونين 2-0 في ملعب بترو سبورت، صح؟ بتاع الزمالك والاهلي. انا كنت بدرب الاسماعيلي، وكنت مع الفرقه، عويس كان معايا محلل اداء، وكنا مع الفرقه بنتعشى سمك واتفرجنا على الماتش. اقسم بالله ان كل ما كان باسم مرسي بيجيب جون اسماعيليه بتترج، اكنك في 100 عقبه يعني. اسماعيليه بتترج، الكافيهات اللي اسماعيليه بتترج، تمام؟ فانا عارف علاقه جمهور الاسماعيلي بالزمالك دي حقيقه فعلا. طيب احكي لك بقى تفسيري ده حصل ليه امبارح. حصل بعديها طبعا شتيمه، وجمهور الزمالك شتم، وجمهور الزمالك بتاع كذا، وكل الكلام ده كله. وهقول لك الحقيقه، عارفين الموضوع الكلام البانر ده اتعمل ليه امبارح؟ عارفين اتعمل ليه امبارح؟ عشان الزياره بتاعت مجلس الاهلي لنادي الزمالك امبارح. مش على هواهم، على مش على هوا ناس يعني. ناس بتدفع ملايين الجنيهات عشان الدنيا ما تهداش للبعض، للجيوش الالكترونيه وفي المدرجات، علشان يعملوا ازمه تانية زي بتاع بورسعيد. وانا عارف انا بقول لكم ايه. طب تاكيدا بقى لكلامك، ده مش جمهور الاسماعيلي اللي عمل كده، ده جمهور الاسماعيلي ما يعملش كده في مع الزمالك. وفي ناس مش عايزه الجمهور يرجع، وفي ناس زعلانه ان اعداد الجمهور هتزيد ل 20,000، وفي ناس عايزانا نفضل في مكاننا ونتاخر.